مساء النور، مساء الخير للجميع. الترجي الرياضي التونسي بطل العرب، الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا. روح انتصارية، شخصية فريق قوية، الإيمان بالذات وتحدي الصعاب، الفوز هو العنوان مهما كان حجم المنافس. هذه ثقافة الترجي في كل الاختصاصات. كرة اليد كانوا البارح شرف التتويج بأغلى البطولات، اللقب الإفريقي هو الثالث لشيخ الأندية في أقل من شهر، لقب جديد للترجي، لقب جديد لتونس. الترجي بطل العرب، بطل إفريقيا. السر انه الترجي محترف في الرياضة وفي التسير. الف مبروك للترجي والف مبروك لجمهور الدم والذهب، وان شاء الله ديما فرحانين وشيخين ومتوجين بكل البطولات والكؤوس الممكنة. القادم افضل باذن الله. ترجي يا دولة، ترجي يا عريق. كل الشكر والتقدير للمدرب المصري باسم السبكي، مدرب المحترف. رغم التشكيك في بعض المناسبات، وصل السبكي العمل والاجتهاد والمثابرة وتحصل على 3 كؤوس في مدة شهر و7 ألقاب في مدة عام ونصف درب فيها الترجي. التواجد في السوبر جلوب ومواجهة صعبة تنتظر المدرب والفريق، خاصة بعد الماراثون والنسق الكبير اللي لعبت به الترجي في البطولة العربية والإفريقية. نشكر الإدارة على توفير كل سبل النجاح للفريق، ونطلبوهم تدعيم ضروري في هذه المسابقة العالمية لكي يظهر شيخ الأندية في أبهى حلة ويقدم بطولة تليق باسم وتاريخ وعراقة الفريق. ألف تحية وألف شكر من جديد لكل اللاعبين، وخاصة الحارس أصيل النملي، هذا الحارس الشاب، الحارس المتألق. إن شاء الله نلقاه في أعتى الفرق العالمية، وإن شاء الله يشق طريق النجاح بالعمل والمثابرة والاجتهاد. ألف مبروك من جديد لكل الترجيين، وألف مبروك لكل أحباء الرياضة وكل أحباء شيخ الأندية في تونس وخارجها. بالتوفيق للترجي في السوبر جلوب، وإن شاء الله الترجي ديما متوج.